ناخد بس استاذ حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين معانا على التليفون. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا استاذ علا، وصباح الخير للاستاذ محمد، وصباح الخير لكل المصريين. احنا بنعيش النهارده في اليوم الثالث للعيد المصري، خروج مشرف. بصراحه انا بشكر كل فلاحين مصر اللي بتصدروا المشهد. انا عايز اقول لحضرتك النهارده غرف العمليات بتاعتنا مكرسه اكثر من 10 مليون فلاح صوتوا في اليوم الاول والثاني، والنهارده في استعداد كبير. انا عايز اقول لحضرتك الخروج ده يعني ما كانش هيخرج لولا ان الفلاحين دول بيحبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي. صراحه كل الناس اللي خرجت حبا للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود الكبيره اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت، رغم الكلام الكتير اللي الناس بتتكلم والناس تخرج للوطنية والخوف. يعني شايف المشهد لدى الفلاحين، وشايف ايه الحاجات اللي كانوا محتاجينها؟ ويمكن احنا امبارح اتكلمنا كده او مرينا على هذا الامر مرور الكرام، وهو مثلا فكرة تبطين الترع بالشكل اللي شفناه وحجمه الكبير اللي وفر. فطبعا بالتالي يعني حضرتك لامس ده بشكل اكبر، وممكن تكلمنا عنه بشكل اكتر. ودلوقتي ده الوادي الجديد معانا، حجم اقبال السيدات في الوادي الجديد الحقيقه غير مسبوق اصلا. المحافظات الحدوديه كان الوضع مختلف تماما. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ علا ان كل طلبات الفلاحين اللي لما اكون مبالغ تحققت على ارض الواقع. مفيش غير حاجات بسيطه جدا اللي هي قاعده اللي احنا بنطالب بيها، والحاجات دي ممكن كمان يكون بدأنا فيها وهتخلص. أولا فلاحين مصر كانوا بيعانوا الأمرين في الأرياف في معيشة صعبة جدا، ما كانش فيه مقومات حياتية بالمرة. النهاردة بنشوف حياة كريمة طورت كل الريف المصري تقريبا. النهاردة بنتكلم على 1500 قرية، صرف صحي وصرف زراعي ومستشفيات ومدارس وطرق وكهرباء وحاجة تفرح. بنتكلم على فلاحين كانوا خايفين على الأرض الزراعية ايام الاعتداء، ايام الثورات على الارض الزراعيه وافتقادنا جزء كبير من الاراضي الزراعيه الخصبه. النهارده المشاريع القوميه العملاقه اللي بتطمح لاستصلاح 4 مليون فدان للدلتا الجديده ومستقبل مصر واحياء مشروع توشكا والريف المصري، مشاريع قوميه عملاقه هي بتمهد الطريق لاستصلاح وزراعه الصحراء المصريه في المستقبل، وده كان حلم بالنسبه للفلاحين. النهارده شايفين اهتمام غير مسبوق بالفلاح المصري. الفلاح المصري النهارده حضر التعديلات الدستوريه والحوار الوطني، بيشارك في كل المؤتمرات الرسميه. ضريبه الاطيان الزراعيه ما اندفعتش من 2017. المشروع القومي لتبطين الترع، المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر، المشروع القومي لانشاء الصوامع، المشروع القومي لتطوير مصانع الاسمده، كل ده بيصب بطريقه مباشره وغير مباشره في صالح الفلاح المصري. الفلاح المصري النهارده شايف نفسه ان هو بقى على اولويه خريطه الدوله المصريه، حط في مكانه يستحقها بصراحه. الفلاح المصري طالع النهارده وامبارح وقلت امبارح يعني فرحان باللي حصل وعايز يكمل المسيره. اتكلمنا على الوادي الجديد النهارده. الوادي الجديد الفلاحين بيكلموني من بدري قدام اللجان وفي كل حتى المحافظات الحدوديه في مطروح والبحر الاحمر وسينا. يعني يا استاذ حسين الاقبال قبل فتح باب الاقتراع في سوهاج الحقيقه كبير، سواء رجال او سيدات. المشهد مميز للغايه يعني الحقيقه. كمان يا استاذ علا انا عايز اذكر الصعيد بصفه خاصه، كمان في خروج مشرف. امبارح شفنا الاقصر وسوهاج وجنا واسوان والمنيا والفيوم وبني سويف، في خروج كبير جدا. بشكر كل الناس اللي هي الاحزاب الوطنيه، نظام مستقبل وطن وحماة وطن والتحالف الوطني، كلهم قاموا بدور بصراحة جميل. بيقول ان المصريين دائما داعمين لوطنهم وبلدهم مصر، ودائما يعني كانوا كبار السن. الحقيقة كنا بنشوف يعني كبار السن في مشهد
كبير في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، لكن هذا الاستحقاق الدستوري الشباب حريص بشكل كبير جدا على أنه يتصدر المشهد ويؤكد أنه فاعل وموجود ولديه رؤية سياسية وبيمارس حقوقه الدستورية بكل نزاهة وحرية. يا استاذ علا، احنا مصر دولة شابة، احنا النهاردة ما نقدر نقول ان احنا ما عندناش كبار سن، حتى اللي عنده 60 سنة في مصر شاب لسه، الفلاحين بيشتغلوا لغاية 70 سنة بالارض بالفاس. مصر دولة شابة. هذا المشهد بمعنى الكلمة. استاذ حسين ايضا من الجيزة، والجيزة برضو فيها مناطق زراعية برضو يعني. وانا الجيزة قامت بملحمة رائعة من امبارح والنهاردة كمان. انا طبعا كل محافظات مصر بصراحة المصريين كلهم وخاصة الفلاحين، أنا هنحس طبعا للفلاحين لأنهم تصدروا المشهد فعليا. أنا بقول لحضرتك 45% اللي أعلنوا عنها، أنا عايز أقول لك يمكن أكثر من 25% منهم فلاحين فقط، لأن الفلاحين دلوقتي في كل الأحزاب وكل الكيانات. أنا شايف الجلبية كل اللي كان فيها جلبيات، خاصة أني برضو فلاحين بحري بيلبسوا بلطلونه وقميص او حاجه كده هم بيزرعوا، لكن الفلاح المصري النهارده انا جايب لي اخبار من كل انحاء الجمهوريه، خروج مشرف وصور وفيديوهات، حاجه مشرفه. انا بفتخر بالفلاح المصري اللي هو ثبت فعليا ان هو على قدر المسؤوليه في هذه المرحله الصعبه يعني النهارده.